نقول لك لا بالعكس. شوف طريقه كيف السنه لما صلوا ما اجملها. يقول لك حط ايده هيك في ادب يا اخي. شعورك شوف السنه هذا البريد بحط ايده هيك لانه هذاك شاف اهله وهو صغير بيصلوا هيك. هذا الصلاه الممتاز بصراحه. والخبط هذا هذه الصلاه فيها خشوع. يقول لك هذا الاحبه بتكتب هيك ويغضب. هذه عاطفه مش محاكمات عقليه. هذه عاطفه. الله يقول حبب اليكم الايمان. شوف حبب ما قالش اقنعكم. تحبيب مسألة حبيت هذا الشيء. فهذه لغه عاطفيه. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان والمصحيح. ابراهيم ايش قال لقومه؟ موده بينكم في الحياه الدنيا. انتم فقط عشان يسعد بعضكم بعضا ويسعد بعضكم ببعض تنتموا ايش الى نفس الافكار ونفس المنظومات عشان ايه لا تشقي الناس بك. هذا كلها لغه عاطفيه. تجارب الان المشكله العلميه في القرن 21 اكدت هذا. أكدت أننا نتحرك عاطفياً وليس إيه بمحاكمات عقلية. الدماغ تبعنا يا إخواني في مراكز المحاكمات المنطقية صحيح، وفي مراكز للفاعليات العاطفية. طبعاً بالتصوير المشهور هذا إرماي، بهذا التصوير نستطيع أن نعرف وين المراكز اللي بتتحرك، هذه أو هذه. بنشوف أمام بالألوان، هم هي عملوا بالطريقة اللطيفة هذه. فجابوا إيه، جابوا جماعة من الناس قسموهم إلى فرقتين بحسب إيه انقسامهم الأيديولوجي. جماعة منهم بأيدوا إيه الحزب الفلاني ألف، وجماعة بأيدوا الحزب إيه. في الحقيقة في أمريكا هي المسألة صارت ناس مع الديمقراطيين وناس إيه مع الجمهوريين. وبعدين جابوا إيه للجمهوريين المرشح تبعهم وجابوا له عرضوا له عدة عبارات يتناقض فيها، يقول الشيء ثم يقول إيه عكسه، يقول الشيء يقول عكسه. تفضل شوفوا. وطبعا بصوروا إيه أدمغتهم. هنا لم تتحرك مراكز التفكير المنطقي، لم تشتغل. التي اشتغلت مراكز ايه الانفعال العاطفي. هذا حبيبنا ومن هذا مش الحصه تبعنا، ايه ممتاز هذا مرشحنا، إيه مش متناقض هذا، لا 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 هذا عميق، كلامه عميق. عرفنا بتشوف هيك ايه طبعا كلام في عمق يا اخي. لما حكى هيك كان هو يقصد كذا، بس المره الثانيه حكى لانه عمق الرجل عميق في دقيق في كلامه. ابدا ما شافوش اي تناقض. جمل كثيره جمل كثيرة، مش جمل كثيرة صفحة كاملة، قال لك ولا في أي تناقض. كان طيب صح. أعطوهم إيه تناقضات مشابهة لمرشح الحزب إيه الديمقراطي. العاطفة سكتت، اشتغل المنطق. إيه طبعاً التناقض هنا واضح يا أخي. طبعاً هم مش عارفين إيش بصير. هذا شيء لطيف جداً، هذه التجربة سحرتني، التجربة هذه سحرتني فعلاً. هذا الذي يحصل معنا يا إخواني. الشافعي ولا كان عنده تصوير للمغناطيس ولا كذا، ومن زمان فاهم الشغله هذه. قال وعين الرضا عن كل عيب كليله، ولكن عين السخط تبدي المساوي. يكفي فقط ان تحب الشخص او المذهب او الايديولوجيا او الى اخره حتى تعمى عن مساويه. وجرب حتى في علاقاتك مع اصدقائك، لما تسخط على صديق تنقلب كل حسناته الى سيئات. عجيب. هو طبعا مسكين يسخط فيه، يقول لك طبعا ما انت عملت هذا استغلال لي. انا استغلال يا اخي، خدمه استغلال، انا كنت حاسس انه استغلال، وهو امبارح كان خدمه وانت بوست راسه انه خدمك. سبحان الله يا اخي. هذا الانسان من الذي يترفع عن ايه عن هذا المستوى؟ انا اقول لكم هذا بتكون ولي من اولياء الله اللي يترفع ويكون فعلا انسان يعطي النصف. النبي قال من احب ان تاتيه منيته، عفوا من احب ان يدخل الجنه ويزحزح إيه من النار، فلا تأتينه منيته إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم، وأن محمد رسول الله، وأن يأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. تعطي النصف من نفسك، تحكم على نفسك بنفس الشدة والصرامة المنهجية والدقة العلمية التي تحكم بها على إيش؟ على الناس وموقفهم. لكن من يفعل هذا؟ برجع بقول لكم من يفعل هذا؟ هنا عندكم في الكويت عالم فاضل، مش حذكر اسمه طبعا، اعوذ بالله. سمعته مره ايه بيسالوا واحد، وطبعا يعني عالم فاضل بس مش علامه، يعني فاضل، عالم فاضل، شيخ دين محدود، بدرس عقيده وعنده سلسله كبيره في العقيده. طيب بتدرس عقيده لازم تكون عارف معرفه دقيقه جدا جدا الفرق والمذاهب، صح ولا لا؟ ايه الشيعه 12 بعد خاصه الشيعه 12 يعني هذول كثار، هذول مش قلال، والشيعه الزيديه والاباضيه، وتعرف الشغلات هذه اخي. فالراجل معرفته محدوده جدا جدا بشيء اسمه شيعه. وجاب القصة موضوعية هي باطل على فكرة، قصة قنبر ومش عارف ايه وعبدوا عليه وحطهم في النار، ولما رأيت أمرا منكرا أججت نار ودعوت قنبرة، كل هالكلام فارغ لم يثبت. المهم مش دفاعا كذا، لكن بحكي لكم الحقيقة العلمية. قام واحد سأله وقال له يا فضيلة الدكتور، شكرا، قال له محمد باقر الصدر هل تنصح بالقراءة له؟ قال له هذا تبع في الوزارة في إيران، هذا على حسب بن الصدر هذا أيامه،
قالوا لا لا يا مولانا، لا لا لا، هذا عالم عراقي لم يسمع به. تخيل انت عالم درس عقيدة لم يسمع بمحمد باقر الصدر، كارثة. لم يسمع بأكبر عقل فلسفي عربي في القرن العشرين على الإطلاق، لم يسمع به. كنت بتترجم وتلخص وتدرس ايه في جامعات ايه غربية، وإسهاماته الفلسفية والمنطقية، لم يسمع به. وبعدين مرجع شيعي أعظم، محمد باقر الصدر رحمة الله، مرجع الرجل، مش أي كلام يعني. فقال له لا، مش هو. قال له طيب على كل حال، قال له يا مولانا هو صاحب اقتصادنا وفلسفتنا والكتب المشهورة هذه. قال له لم أقرأها، لم أسمع بها. قلت إيش هالعلامة هذا ما شاء الله، متخصص في العقيدة يعني، ما علينا للأسف. بعدين قال له هل هو شيعي؟ قال له شيعي. قال له أنصحك ألا تقرأ له، مش ممكن انت عالم وكذا. وهذا مش معناه انك انت ايه لازم تتعاطف مع الشيعة، ما في العلم، ما فيش فيه تعاطف غير تعاطف، العلم فيه حقائق ندرس، عشان لما تناقش مع الشيعة برضه احنا نتناقش بصرامة وبأدب، نعرف كيف نتكلم معهم، صح ولا لا؟ مش سباب ومهاترات، نتكلم ونقول لهم انتم تخطئون في كذا كذا، ونعرف عندنا حجة، وهم نفس الشيء، نقاش علمي محترم من غير مجاملات، الحقائق ما فيها ايه مجاملات. فتخيل هذا مستوى كبير ومدرس في الجامعة من سنين، وقال لك ما دام شيعي انصحك. طبعا اذا الشيعي نفس الشيء، طبعا هذا سني، انصحك الا تقرا له، من العوام هذا، سن العوام لا تقرأ. وهكذا مش ممكن يا جماعه. بالعكس انا بشوف انه يا ريت كمان ان نعود حالنا نقتبس، مش الشيعة والسنة، نقتبس حتى نيتشه وماركس على منبر رسول الله، شويه نفتح دماغتنا. والنبي قال الحكمه ضاله المؤمن، ان وجدها ايه التمسها في روايه، اصابها في روايه، فهو احق الناس بها، حديث الترمذي وغيره. النبي عليه السلام قبل ما يبعث كان في واحد من ثقيف اسمه أمية بن أبي الصلت، وشاعر يعني ما شاء الله يعني مبين، وكان موحدا، وكان يعتقد أنه إيه سيكون هو نبي آخر الزمان. لما النبي بعث عاد سقط في يده غضب الرجل وكفر بالنبي. النبي قال آمن شعره وكفره. لكن النبي في حديث إيه في صحيح مسلم مرة في سفر يستنشد إيه أحد أصحابه، يقول له يا فلان ما معك من شعر أمية بن أبي الصلت، عدو اللي كفر به. بس هذا لا يعني أنه أمية ما عندوش إيه شعر ممتاز وشعر في الرقائق وشعر توحيدي، ما نضيعوش، ليش نضيعه؟ تراث هذا، صح؟ شوف شوف النبي أفاق واسعة جدا. فقال له معي كذا بيتا، قال له هي كمان، فأنشده، قال حتى أنشدته 100 بيت. شوف التوسع. واليوم ممنوع أن تقتبس إلا واحد يكون من نفس الدائرة، صح؟ وعلى نفس الطريقة، وإلا بعدين إيه ينظر